إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسو كلم درسادن مو بركم رساكي سادو ا wannan shiri namu na rawdatul qurra inda muke gamo karatu alqur'ani daga yara mabambanta kamar yadda muka saba akowace rana insha Allah yau ma zamu kasance tare da ku daga dalibai mazar mata karatu na farko a wannan zamana mu shine Abdullahi Atiqu Dallo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير.
إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. ما شاء الله بارك الله كراتمك سورة راكين النجا عبد الله عتيق بلو يا من كراتو أجك سورة فاضل ayoyi waɗanda suke magana akan falalar karatun alƙur'ani da kuma makarantarsa. Sai dai lokacin da kake karatu, karatu ya yake sosai masha Allah, amma akwai abin da ya kamata a ƙara kula da su. Na farko harafin zayun za, lokacin da kake karatu da karanta innal ladhina yutuna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum za, harafin zayun bai da hams, ka fahimta? Amma yana da sufir bai da hams, da haka ba a so lokacin da kake za a ji saujin sinu ya shigo ciki, ba a so mara za sai a ji kamar kana sa zayin da sinu tare. Za wa an fanku mimma razaqnahum za kada mas a gane bambancin ko a ƙara kula da shi wannan. Sai kuma harafin ha kai da ma in kana furuci da ha a cikin ana son hams din ha ya bayyana sosai. Fi ha faminhum muqtasid, kai zama kamar an ji ha wanda ka darji da sosai, ka fahimta ko? Wannan kenan abun da za ka kula da su sosai masha Allah barakallahu. Karatu ta gaba a cikin wannan zama namu ita ce um musulma masarana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كنت في شك مما فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاء هم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون.
قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق الله العظيم ما شاء الله بارك الله كراتمك السرابك نلقى أم سلمة ما سرانا تعمل كراتو أجك سورة يونس كشك عشان سورة يونس إتما تعمل كراتو أين دسجد على قاعدة القرآن المكرمة سيد لغة نكيكي كراتو ki kula da harafin zayun za ba a sun lokacin da zayun a cha kuda shi da sinu kin gane ku kai zama sai kun tafi shakkin mimma anzalna anzalna kai zama anz kin ga zayun da sinu kika hade ba anzalna galibi mafi yawa za ka ga mutane na karatu ka kula da shi zayun ba ta da hams ba a sun jin wannan iska ta da ita sai kuma wajen tafkimin ra gane ko da kika karanta kulin zuru ma za fi samawati wal'am a ji ra'am fahama ka ajiye ta kamar an raka gata gane ko tafkimin ta aka yi haka ma ma tuhunin ayatu wani zuru zalu idai kasance kame ne ban ma galibi idan ba a raka gashi ba an ka ba shi siffa ta istifali sai zama ya yi kama da va'un idan ka ce ma tughnil ayatu wan nuzuru ana so aji istifali da iftitahi kazalu wanda da zaran ka ce wan nuzu kin ba ce wan nuzu sai kama da va'un tunda shi da bancin su shi va'un yana da idbaqi shi kuma zalu yana da iftitahi idan ba yi kokari aka ba zalu sifati ta iftitahi ba sai zama ya yi kama da va'un yau kula da wannan sai kuma wajen kafi da kika karanta إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنه عذاب الخزي في الحياة الدنيا سيكي ساكي روكوا كاركي وشي كتي ومتعناهم إلى حين أبنى زي فيكي وسيكي روكوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين سيكي وصل ما شاء الله بارك الله فيكي